الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. والنهاردة هنتكلم عن نجم غنائي مصري معروف، النجم عبد الحليم حافظ أو العندليب الأصلي. ولد الطفل عبد الحليم علي شبانة في قرية الحلوات التابعة للمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية في يوم 21 من شهر يونيو عام 1929. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، وهو ابن الأصغر بين أخواته الأربعة إسماعيل ومحمد وعلي. توفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يبلغ عبد الحليم عامه الأول توفى والده ليعيش يتيم الأبوين. تربى في بيت خاله الحاج متولى عماشة، وكان عبد الحليم حافظ في طفولته يحب السباحة مع أولاد عمه في ترعة القرية حتى أصيب بالبلهارس التي دمرت حياته. أجرى خلال حياته 61 عملية جراحية. كان شقيقه الأكبر إسماعيل يعمل مدرسا في الموسيقى ومطربا. التحق عبد الحليم في بداية مشواره في التعليم وكتاب القرية، وتجلى حبه الكبير للموسيقى حتى أصبح رئيسا فرقة الأناشيد في مدرسته. ومنذ ذلك الحين هو يحاول الدخول إلى عالم الغناء شدة ولعه. التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943، والتقى بالفنان كمال الطويل. كان عبد الحليم طالبا في قسم التلحين وكمال في قسم الغناء والأصوات، وقد درس معه في المعهد حتى تخرجهما عام 1948. ورشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج، لكنه ألغى سفره، وعمل 4 سنوات مدرسا للموسيقى طنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة. ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأبوة عام 1950. تقابل مع مجد العمروسي في عام 1951 في بيت مدير الإذاعة. في ذلك الحين قد منحه الإذاعي حافظ عبد الوهاب اسم عبد الحليم حافظ بدلا من عبد الحليم شبه. اعتمد عبد الحليم حافظ في الإذاعة بعد أن قدم قصيدة لقاء كلمات صلاح عبد الصبور ومن ألحان كمال الطويل، في حين قدم أغنية يا حلو يا أسمر بعدها من ألحان محمد الموجي وكلمات سمير محبوب. عموما أن أغنية صفيني مرة كانت من كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي، وغناها في أغسطس 1952. لكن الجمهور لم يتقبل هذا اللون من الغناء لأنه كان جديد على أذني. ثم غناها في حفلة ثانية ولاقت قبولا كبيرا من الجمهور. ثم غنى على قد الشوق كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل، ونجحت نجاحا منقطع النظير. ثم قدمها في فيلم لحن الوفاء، ومع تزايد نجاحه لقب بالعندليب الأصلي. كانت فترة بداية عبد الحليم حافظ من عام 1951 في قصيدة لقاء من كلمات صلاح عبد الطابور وألحان كمال الطويل، حتى بدأ تصويره أول أفلامه لحن الوفاء في عام 1955، لكن البلهارسية اتهمته ولم تحظ. كانت بدايته أغاني تبث التفاؤل مثل ذلك عيد الندى، أقبل الصباح، مركب الأحلام، اسكون الليل، فرحتنا يا هنانة، العيون بتنجيك، غني غني الليل أنوار وسمر، نسيم الفجرية، الحقوم، الدنيا كلها. وكانت بعض هذه الأغاني تتحدث على الطبيعة الجميلة مثل الأصيل الذهبي، هل الربيع الأصيل. كما تناولت بعض الأغاني العاطفية ذكر الطبيعة الجميلة في إطار عشق الإنسان كل ما هو جميل، مثل ربما في سكون الليل، القرنفل، حبيبي بعناية، صحبة الورد، ربيع شاعر، هنا رود غرامنا، ذات الربيع، وغيرها من أغاني التي تتحدث على الطبيعة وتبث التفاؤل والأمل. مرحلة التوهج جاءت مع ألحان محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمد، كما أن له أغاني شهيرة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مثل أهواك، ابتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا. ثم أكمل الثنائي حليم وبليغ والإفراق مع الشاعر المصري المعروف محمد حمزة أفضل الأغاني العربية، من أبرزها زي الهوى، سواح، حاول تفكرني، أي دمعة حزن لا موعود، وغيرها. غنى عبد الحليم حافظ من قصائد شاعر العربي الكبير
الشاعر نزار قباني رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان، وكانت من ألحان الموسيقار محمد الموك. كما غنى لصالح المجهود الحربي بعد حرب 1967 أمام 8000 شخص في قاعة ألبرت هول بلندن. قد قدم عبد الحليم في هذا الحفل أغنية المسيح كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، وغنى في نفس الحفل أغنية عدى النهار وهي أيضا من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان بليغ حمدي، وهي واحدة من أبرز أغاني حفلات عبد الحليم على مدار طريقه الطويل. كان صديقا للزعيم التونسي الحبيب بورقيبة والملك الحسن الثاني ملك المغرب وملك الأردن الملك حسين ابن طلال. كان عبد الحليم يحلم بتقديم قصة له للكاتب الكبير مصطفى أمين على شاشة السينما، ورشح نجلاء فتحي لتقوم بدور البطولة أمامه، ولكن القدر لم يمهله. قدم عبد الحليم أكثر من 230 أغنية، وقد قام مجد العبروسي صديق عبد الحليم حافظ بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه دراسة الحب والوطني، سجل الكامل لكل ما غناه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. تضمنت غالبية ما غنى عبد الحليم حافظ وما يلي هو جزء من غنى. الأغاني العاطفية ظهر بصوته فقط بأغنية ليه تحسب الأيام كلمات فقورة وألحان علي فراج في فيلم بعد الوداع. شارك عبد الحليم حافظ بصوته في فيلم سينمائي هذه المرة مع فيلم بائعة الخبز، حيث غنى شكري سرحان بصوت عبد الحليم أغنية أنا أهواك، وذلك أمام الفنانة مجدة التي غنت بدورها في الفيلم بصوت المطربة بلانتي حسن. كما شارك بصوته فقط في أحد أغنيات فيلم أدهم الشرقاوي بطولة عبد الله غيث، وكان هو صاحب البطولة الغنائية في هذا الفيلم. الأغاني الوطنية، غنى عبد الحليم حافظ العديد من أغاني وطنية منها العهد الجديد وألحان عبد الحميد توفيق زكي ومن كلمات محمود عبد الحليم إحنا الشعب، وهو أول أغنية يغنيها عبد الحليم للرئيس جمال عبد الناصر بعد اختياره شعبيا أن يكون رئيسا للجمهورية، وهي أول لقاء فني بين الثلاثي عبد الحليم والملحن كمال الطويل والشاعر صلاح جاهين. تعاون محمد عبد الوهاب أو موسيقار أجل محمد عبد الوهاب مع عبد الحليم في مجال الأغاني الوطنية، وذلك مع أغنية الله يا بلدنا والتي تغنى بها عبد الحليم بعد العدوان الثلاثي على مصر، وأغنية المسيح التي تتغنى بالقدس من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي وتوزيع علي إسماعيل، وغنى أيضا ابنك يقول لك يا بطل من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، ونشيد وطن حبيب الوطن الأكبر من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب، وغنى من كلمات أحمد شفيق كامل حكاية شعب ومن ألحان كمال الطويل، وذلك في حفل أضواء المدينة الذي أقيم بمدينة أسوان لاحتفال بوضع حجر الأساس لبناء السد العالي، وغنى أغنية الجزائر ليحيي فيها كفاح أهل الجزائر الذين نالوا استقلالهم في عام 1962، وغنى أغنية مطالب شعب بمناسبة العيد العاشر للثورة في 23 يوليو 1962 من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان كمال الطويل وتوزيع علي إسماعيل، وغنى صورة من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وعدى النهار تعتبر من أهم أغاني عبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وغنى أحلف بسماها والتي وعد عبد الحليم أن يغنيها في كل حفلاته إلى أن تتحرر أرض مصر في سيناء من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، وغنى أغنية البندقية تكلمت من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، وعاش اللي قال غناها بعد نصر أكتوبر 1973 من كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وكانت أول أغنية أشاد فيها بدور الرئيس محمد أنور السادات في انتصار مصر العظيم. موعد آخر عمل بين عبد الحليم حافظ وكمال الطويل مع أغنية صباح الخير يا سينا والنجمة مالت على القمر من كلمات محسن خياط وألحان محمد الموجي، والمركبة عدت من كلمات مصطفى الدمراني وألحان محمد عبد الوهاب بعد إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية. رغم الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها عبد الحليم حافظ، لكن هناك عددا كبيرا من أغانيه لا يعرفها كثير من الناس، والسبب الحقيقي لهذا هو أن هذا الإنتاج الإذاعي لا يتم إذاعته وهو مملوك للإذاعة المصرية مثل باقي إنتاجه، وهذا السبب نتج عنه شيء من الندرة، وتم الاعتقاد أنه تراث مجهول، ولكنه معلوم لكثير من المؤرخين والإذاعيين المصريين المخضرمين. قد قدمت الإذاعة بعضا منها من خلال برنامج منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وساعة طرب إعداد
وإخراج سيد عبد العزيز على موجات إذاعة الأغاني. وإذا حسبنا عدد الأغاني التي قدمها في أفلام سواء الصوت والصورة أو الصوت فقط إضافة إلى الأغاني المصورة في التلفزيون سنجدها تتفوق عن 200 أغنية. إلى هنا نصل أيها الأعزاء إلى نهاية حلقتنا، أرجو أن نكون قدمنا حلقة جيدة. مع تحياتي في حلقة جيدة مع النجمة نجاة الصغير.